مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، هذه المسابقة التي كانت طويلة حقيقة بعض الشيء ومملة في نفس الوقت حقيقة. اختتمت أمس منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يتبقى لقاء وحيد وهو لقاء مؤجل سيجمع فريق الأهلي بنغازي مع نظيره الأولمبي بملعب طرابلس الدولي. نتائج يوم أو في النتائج النهائية لهذه المسابقة في الأسبوع الأخير، فريق خليج سرت هنا يتعادل على أرضية ملعبه بملعب مدينة سرت مع فريق الأخضر بهدف مقابل هدف، أيضا فريق المدينة الترسانة بهدف دون مقابل، وفريق يتفوق على هدفين مقابل هدف واحد، وفريق الأهلي بطرابلس يتفوق على الهلال بثلاث أهداف دون مقابل. في المجموعة الثانية، فريق الوحدة يرافق الأهلي بنغازي والاتحاد إلى الدور السداسي بعد أن تعادل يوم الأمس مع نظير التحدي بملعب شهداء بنينة بهدف مقابل هدف. أيضا التعادل كان حاضرا، التعادل بين دانس والشط بهدف مقابل هدف على ملعب طرابلس الدولي. أيضا في قمة مباريات هذا وأسبوع الدرجة الأولى لكرة القدم، عن المجموعة الثانية كان اللقاء المتصدر والملاحق الاتحاد والأهلي بنغازي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. كانت نتائج الأسبوع الأخير من مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، على النهر التالي: الأخضر خليج سرت تعادل هدف مقابل هدف. أيضا فريق السواحلي حقق فرص ثمينة على أرضية ملعبه على حساب فريق النصر بهدفين مقابل هدف واحد، وفريق المدينة يتفوق على جاري الترسانة بهدف دون مقابل. التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف كان حاضر في المجموعة الثانية للمباريات الثلاثة: الوحدة التحدي هدف مقابل هدف، وبنفس النتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الشط ودارنس.